وما هي إلا لحظات. وانطلقت الآن الأفراس في الشوط الأول على جائزة سعد بن عبد الله بن عبيد يرحمه الله من أهالي ملهم وأحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله وثراه. هذا الشوط لأفراس الإنتاج السعودي عمره 3 سنوات مفتوح الدرجات على مسافة 1600 متر قيمة الجائزة 52,000 ريال. نسمات في المركز الأول، كنار المركز الثاني، وصمايل في المركز الثالث تتراجع مع تقدم أيضا شهانة عقاب في هذه الأثناء، ونسمات من الداخل في المركز الأول كنار المركز الثاني، وأشاهد أيضا أجودية من الخارج مع دانة عقاب المرشحة الأولى، وأيضا شهانة عقاب من الخارج، وزينة نورة، وأيضا روشانة ومبرورة، وأيضا بقية الأفراس في هذا الشوط. والصدارة لنسمات في هذه الأثناء، كنار متابعة وأجودية من الخارج، وأيضا شهانة عقاب تحاول التقدم في هذه الأثناء، والمنعطف الأخير باتجاه خط النهاية. هناك تقدم أيضا من الأفراس المشاركة في هذا الشوط، المنعطف الأخير الآن، ونسمات متصدرة، محاولات أيضا للتقدم قبل أجودية وشهانة عقاب في المركز الثالث، والتنافس لا زال على أشد في هذه اللحظة المئتي متر الأخيرة. ونسمات ما شاء الله لا قوة إلا بالله متقدمة في المركز الأول مع خيالها عبد الجاين. إذا نسمات ما شاء الله في المركز الأول، أجودية المركز الثاني، وشهانة عقاب المركز الثالث. ولحظات ونوافيكم.